أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل غفوة الدقيقتين والثلاث يعتبر من نواقض الوضوء؟ إذا كان الإنسان جالسا وأخذه النعاس إن هذا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان متكئا على شيء أو مضطجعا فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح منه ولا يدري. فإذا كان النوم من جالس متمكن من نفسه فإنه لا يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان الإنسان غير متمكن من نفسه بأن كان متكئا على جدار أو كان مضطجعا على الأرض فإن النوم ينقض الوضوء، لأنه مظنة انتقاض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. نعم.